اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في قناتكم، قناه مني اليك قناه سماحي. اليوم جيت نشارك معكم واحد حلوه صابلي، بعجينه صابلي. المهم نبداو على بركه الله في المقادير. واحد نص حامضه محكوكه، عندنا كاس ديال الزيت، كاس لاروب ديال السنيده، بغيتو ديروها كاس ديروه، نص رابعه ديال الزبده، جوج بيضات، كولاكاو، دقيق والدقيق. نبداو على بركه الله. هي اول حاجه غنفرقوا البيض، حاجتي في بيضه ونص تقريبا مع الصابلي. انا غندير بيضه كامله، وغناخذ البيض ديال البيض محتاجه فيه، نشوف بيض البيض. لهذا غناخذ البيض ديال البيض صافي. نبداو على بركة الله كيف العادة. الزبدة بحرارة المطبخ خرجتها من الثلاجة، ولات كيك خيم باش تساعدنا، واحد قريصة الملحة منساوهاش، وغنحكوها سنيدة أو السكر حبيبات صافي. دابا غنحكوها، ها هي. غنضيفو الكاس ديال الزيت، ضيفو حتى كاس ونص، غنضيفو بيضه كامله مع جوج صفار بيضه، ودابا غنبداو نضيفو الدقيق. تقريبا انا كتهز ليا نص كيلو، وعارفين طريقه الصابلي انه ما كيتعجنش، كيتجمع اون فوا صافي، غير كتجمع لينا لاباط ديالنا صافي، كنحبسو ما كنعجنوش. وانا ما كنديرش فيه الخميره، كاين اللي كيديروا فيه الخميره، انا ما كنديرش فيه الخميره. المنسمة تقدروا ديروا بفاني، تقدروا ديروا بالليمون، تقدروا ديروا بالبرتقال، ولا صوص كراميل، اي حاجه تقدروا. هانتوما باش كتعرفوا بان هاد الجمعات ما بقاش كتلصق في اليد. شوف هانتوما، انا كاع مديلاها وما كتلصقش ليا في اليد. هذه هي باش كتعرفوا العجينه ما كتبقاش تلصق في الصحن فين كنعجنوها. وتقريبا هانتوما ما هزاتش ليا حتى نص كيلو كامل، شي مره نص كيلو على حسب البيض، على حسب راكم عارفين. ها هو ما كاملش نص كيلو، هذا درت فيه نص كيلو، عبرتو وغبرت غربتو وحطيته نص كيلو، قل شي 50 غرام هكا. دابا نبداو على بركه الله في الطريق. انا رجعت لكم، نظفت المكان، ناخذ واحد شنقول لكم واحد الربع، واحد الربع ديال العجين. هذا غنديرو بالكولاكا اولا بالشوكولاتة غبرة اولا بالكاكاو اللي عندكم، انا بغيت نلونو. هما البنات درنا هنا، خدينا واحد ربع من هنا، راكم عارفين الصابلي ولا بدا خاصنا نديرو على بلاستيك باش يساعدنا، نوربو في بلاستيك باش يساعدنا. ناخذ واحد لا كونتيتي، البلاستيك كيعاوننا كتبقاي تمانيخي كيف ما بغيتي. غنحيد هاد الزوائد حيتاش انا غنحاولو نديرو ويرات.
هاد البلاستيك غيعاوننا باش شنو غندير دابا؟ غنقطع هاد شفتوها؟ شفتو؟ كتبقى تلويها بالبلاستيك كتجي ساهلة، شفتوها؟ كتجي ساهلة، كيعاونها البلاستيك مي غندوروها على اختها كتعاوننا، والبلاستيك كيعاوننا باش نلبسوها ونضغطو شويه، خصنا نضغطو باش العجينه تشبر في العجينه البيضه، تشبر في العجينه الكحله. صافي كنقطعو راكم عارفين البلاستيك كتحكم فيها، شوف كيفاش كنطو شفتو. ودابا شنو غنديرو؟ غنحاولو نلبسوها من جميع النوايح، نلبسوها باش العجينه تلصق لينا. غنضربو هاد يد البيض. شنو غنديرو دابا؟ حنا درنا الجنجلان، غندهنو الحلوه ديالتنا. هو عادة انا كندير ليها الزنجلان الابيض، ما كانش عندي الزنجلان، هذا بقى ليا من الشباكيه. نحاولوا نلبسوها كامله. البنات انا رجعت ليكم من بعد ما خليتها واحد نص ساعه في الثلاجه حتى بردات وسهل باش يسهل علينا تقطع. هانتوما البنات، شتي الشكل ديالها؟ ها هو السوق. هذه الاولى اللي حيدتها، غنحطها ثلاثه ونعاود معاكم. السمك شغنقول لكم قل من سنتيم، وانتم على حسب العرض اللي بغيتوها. انتم البنات ها هما الحلوه ديالتنا، مي قطعتها خرجت لي لاطا ونص ولا لاطا وربع تقريبا. صافي دابا غندخلها على الفران، راه مسخن على 150 درجه. بنات ها الحلوه ديالتنا، ها الصابلي بواحد حله اخرى. نتمنى تجربوها، جربوا هاد الوصفه وجربوا هاد الصابلي وتردوا عليا كيف جاكم واي استفسار مرحبا، والف مرحبا، واستفساراتكم بتعليقاتكم مرحبا بها. ما بقى لي الا نقول نودعكم ونقول لكم دمتم في رعايه الله، والى الملتقى.